من اليوم ما غاديش تحتاجي تشريهم من الزنقه، وجديهم في الدار بكميه وفيره بدون ولا حبه بيض. كيجيو اعشاش خفاف وما تشبعيش منهم، كيطيحوا اقتصاديين جدا، فضروري ما توجديهم لوليداتك الكوتي ديال المدرسه. وغادي نبداو في المقادير ديال هاد لي ماتلين اللي كيجيو ساهلين، وغتشوفوا معايا المقادير ديالهم جدا بسيط. اول حاجه غادي نحتاجو الكاس اللي غادي نعبروا به، اللي هو الكاس ديال العنبه. طبعا غادي نحتاج هنايا الماء يكون سخون، ما يكونش سخون بزاف، يعني يكون دافي شويه. نحتاجو كاس ديال السكر، دائما نفس العبر ديال الكاس اللي شفتو معايا، غنعبر بنفس الكاس. بنفس الكاس غادي نعبر الزيت، نص كاس. غادي نضيف واحد رشة ديال الملح، ساشي ديال هاني، أو لا كنستعمل قشور الحامض إلا بغيتو. وغادي نضربو المكونات واحد شوية. غادي نضيفو المكون اللي غادي يخلي هاد لي مادلين يجيو خطيرين وطالعين وخفاف، وخا هما ما فيهمش البيض، اللي هو خميرة ديال الخبز. وغادي نضيفو حك ديال ياغورت بالنكهة ديال الموز أو لا بالنكهة ديال الفاني اللي بغيتو، هنا استعملت الفاني. غادي نضيفو واحد الفلو ديال الدهن، فلو عادي. الكاس الاول غنزيد الكاس الثاني، وغادي نخلط غير بالخلاط اليدوي. في هذه المرحله غادي نضيف الخميره الكيس الاول والكيس الثاني غير نص، يعني تقريبا 12 غرام في المجموع او لا 11 غرام. ربع كاس ديال الخل او عصير الحامض، غادي نخلطو ونزيدو باقي ديال الدقيق. الخليط ديال لي مادلين كيجي تقي شويه، ماشي بحال الخليط ديال الكيك كيجي تقل منه شويه. بالنسبه للخليط ديالي هذا هو الشكل ديالو، خلطته مزيان حتى تجانس. كما كتشوفوا كيجي تقل شويه على الخليط ديال الكيك، احتاجي 3 ديال الكيسان فقط ديال الدقيق، كتزيدوا اولا كتنقصوا حتى كتوصلوا لهذا القوام هذا. كيف ما كتشوفوا ديك الريحه ديال الفلون عرفتي، كتعطيه واحد الريحه زوينه، وحتى المذاق اكيد غادي يكون مختلف. صافي دابا خليو الخليط ديال الليمون هما هادو غادي نستعملهم.
احسن حاجه تاخذوا ليمون ديال الالومنيوم ما كيسقوش وما كيخسروش. بما اننا قدرنا كميه كبيره فغادي نحتاج ليمون بجوج، غادي ندهنهم بالزيت ونبرهم بالدقيق. غادي نستعمل هذه الملعقه هذه ديال الكلاص باش نشد بها العبار. غندير ملعقه في كل حفره، وفي هذه الاثناء راني درت الفران كيسخن لانه خاصو يكون سخون مزيان. صافي غادي نعمر، ما تعمرهمش بزاف باش ما يفيضوش. كما كتشوفوا فهما كياخذوا الشكل ديال الليمون، ما خصكمش تعمرهم بزاف باش ما يفيضوش. صافي هنايا بعد ما عمرتهم غادي ندخلهم من الفران، الفران اللي ساخن من قبل ما كياخذوش الوقت نهائيا، 7 ديال الدقائق حتى 10 ديال الدقائق كيكونوا واجدين. وها هي المادلين ديالي خرجتها من الفران، غادي نزولها من الاول. هي راه دغيا كتزول، ما كتلصقش نهائيا كيف ما كتشوفوا، كتجي طالعه ومنفوخه وهشيشه جدا. غادي نزولها من المو كما كتشوفوا. وهذه هي الكميه اللي كتخرج ليا تقريبا جوج ديال اللاطات عامرين، واللاطه الاخرى ناقصين فيها جوج ديال الحبات. صافي شوفوا معايا، يا سلام، هانتوما كميه كبيره والمقادير راها جد بسيطه. وعرفتوا هشاش فنين، احسن من ديال الزنقه بألف درجه. شي حاجه اللي وجدتوها في الدار اقتصاديه، ما تحتاجوش تشروها من الزنقه. كنتمنى تعجبكم. هاد المقادير اللي عطيتكم كيخرجوا تقريبا 34 حبه بهذا الحجم هذا اللي كتشوفوا. تقدروا تدهنوهم اولا تغطسوهم في الشوكولا الا بغيتوا، شوكولا تذوبوها و ديروا لهم الوجه ديالهم فيها. انا يعني هاد الشوكولا هذه كنت محضرها معكم، كتجي واعره بزاف هكا. راه بغيتوا تدهنوا واحد الكميه. بالنسبه لطريقه الاحتفاظ، جمعوهم غير في بواطه، فرشوا ليها هكذا فرق ديال الفران وديروا فيها المادلين وديروها في الثلاجه، راه كتبقى تبقى ليها واعره. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم، تجربوها وتشاركوا معايا التطبيقات ديالكم على الصفحه ديالي في الانستغرام. كنضرب لكم موعد على القناه في فيديو اخر ان شاء الله. انتظروني، غادي نحط لكم فيديوهات متنوعه هذا الاسبوع هذا. وخليكم على خير، والسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله.